بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم ناقصين خير شرف طلعت وسيد عبد الرحمن الله مركله إذن الله سود وادع الأخيار إن شاء الله تعالى. ما أنت حكاه لنا لا صدح حيضوت أو كتاب كأن حكيم كتاب القرآن كأجرة ما ركتي أنا هنا آيت كم إذا أبوك إذا سمالي القرآن كجرة كدري أو كو رمايا تدك ضعيفين تليجا وتدك ضعيف كا تدك اللي جميستو تدك أو كل هذا إن دي ذكر كيد اللي جدلو يستو إن أيضا هن يخ روحان تي الله سبحانه وتعالى أنا قاعد بيو بري كل كا بريس وين بيو واحد خياره يمارك تي إن عندك أسوق الدين وايو مارك تي وان فيديو يد بدنا كدري وايو إن روحان تي أنا وقتي مارك تي فربضن أيا أيضا هني مارك تي ماذا حقيقة كجرين ونرجع الله إن هدول له هيدين إنه عندك أسوق الدين إن كل قبل إن شاء الله تعالى إذا أنا وحكي ورم أيام صار عربابي دتك ضعيف كليلة دتك اللي قم يستو دتك الدين كمارك تي وقول هذا دي ذكر كيدر اللي بدو اللي يستو إيه مارك تي هدي مارك تي سيدا قاب ده هذا بالنور ما ما هو أجر تي أنت أكو صار ورتي ولا كان كصومالي دا كنت على الوضع اللي يراه ده تن تن هذا مقارئ إيه بالله سبحانه سبحانه وتعالى أنت أز تقول واحد مغلي جيران الصومالي دو ان بيو يكو واحد عشان لكن بينكم ما لكن ما داس يا خياري وخطر ما داس وحوي وسلف ديستركشن وبربر كاغا اخره هي اسلامي مثلا ايمان كاغا اي دافع اي داو عيسى مركا هذو ما هي باتاي ماركتي مركا دونس وجولاني ستوكا ان دو واحد لو باهي ماركتي الصومالي بدون غربه تكتب ويجيران الصومالي بدون تدويدا مرتين ويجيران كل واحد هنا هي ان تدك الصومالي اللي بدها كلهم اللي هي بين ماركتي دول كان أجنبي جا كنوريين دين تود اللي هو صلاة اللي هو ماركتي دي بلو جيست اللي هي بين ضعيفين اللي يرادو اللي يرادو ميجرانس باتين اللي يرادو تد هوسياتين ماركتي دي واحد كسر عمانه هو بلو كود كدا عيب توش اللي صاروا يجون يزدليه هو يزدعيفيا هو أنت قرآن كويرين تد كيستعيفيو إن روحانتي الله سبحانه وتعالى القرآن كهذه يا ابن أبو شيخين هذا المسلم انتهي لو امتحان دون تيست لو مرن دون لو بتجابين دون إيمان كهذه نذكر أبو شيخ تدين أتاي بين على خائن أو منافقة فلك إن الله سبحانه وتعالى كتاب في القرآن كهو حلقة برتا وحل وغض إنجليز قال ميلاد ريسبونسبيلتي مسؤولية بالغة برتا بالمثل إن هذا غفر عن صداعته وضمها قال بيت كام ما ميلا عرب تجوع أو ماركتي دين قاعدة تروح حلقة وعند دين تاس ربا بدن كورتو كبدا سرانتي وعذاب كا قدون كي عذاب كا آخر واحد نو قاتا ان تد كان هنتي ده مانتا هايستا تد كان مانتا مالك قدون كا خيارة هايستا قلبيت كي ميلا هنجوبة وحواي معناها ان تد كاني شيطان بيقولي كدكتين قرآن كان روش يعني سورة النساء آية بقول سدي تبنات يزبو فيريا ماركتي ساسو كلا كل كان هذه تتسع أو ربا كجيرا وإلى هنا قرآن كشيء سبحانه وتعالى وحي ربا كجيرا يكون ربا ده يكون معناها إن أي مدي أرجعوا دجال حق الله يا حق رسول كيسا وحوي دت كاسولي يا الله كفايد ميس دات لوني وحق خالد تنباتون بكاسو جاري دونتا وكل كان واحد ترى إن الوحي اللي كيب بحسي تين تا هذا ودوان كده ما أنت 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 قلبك كتكتي دي بقول بكاسو جاري ربا دو واصل في الاستراكشن ربا دو خياري وحوي و وريجين تمال كان لغو ريجين تدك عادي قال لغو ريجين توب تا مارتي يعني تاجرين تا وأول تا ترانسفير وحالي جاهدو فالكا وانا جبي جبي جيدو قدرنا وحوي سيدو نوشي يجي مام غزاري ان ربضو وحوي وحدتك كلا مارتي ان كدقا برمنت بوفرتي ويرجو يقول له دينا فخري هذا عدات فيرو هذا يا خياري وحوي ربضني بصوغر شو way adag tahay saad wax ku seef garaysaa oo lacag ku kaydsato lacag ku badbaadiso hanti xalaal saad ku hesho waa arrin adag oo maaragtay in haddii la heli rooyo waxa weey macnaha dhibkeed wata qolka macnaha waxa haboon inaadan istaciifin inaad xusatid
إن الله يفعل سبحانه وتعالى أن كل من دونتين ورتي سنة دي مان دونتين أدوذين اللي قاوي دي دون صاد النوري كل كابل إيريغان ضعيف كا وحا وكتاب القرآن كا يا الحكيم كا ولا كيري ولا إنه هو شيء ذا قلبه إن الله سبحانه وتعالى سأل دي الشيء وحار بدل اللي يادي آدي يا عبد الرحمن هو الله معناها ببكى إليه ذا هي هي أساس كلين عذابتها يا آخر كنا deymaha iyo waxa ay dhibka ku soo gaaraya maaragtay ay dad badan u wareersan doonaan inay noqdaan addoommo in la addoonsado intaana aayadahan gelin waxaan rabaa inaan idiin sheego macnaha akhyaaray ummadihii maaragtay ummadihii dadka madoobaa ee la geeyey qaaradda Mareykanka 900 waxaa la isku raacinayaa dad muslima dad muslim ahaayeen waa slave trade-kii black people-ki afrikaankii badanna intooda badan galbeedka afrika laga qaaday muslimiin bay ahaayeen markii la geeyey adduunkii cusbaa new world iyo maaragtay western hemisphere gaar ahaan maaragtay hadda labada wadan ee ugu fara badan oo ah wadanka hadda united states of america iyo brazil iyo qaarad oo dhan baa lagu daadiyey malaayiin bay ahaayeen badankooda muslim bay ahaayeen markay meesha tageen masiixiintii meesha loogu geeyey ayaa gumaystay gaaleeyey maaragtay saas iyagoo gaalay inay dhinteen badankoodu dee anuma baqaanba taariikhda lagu sheegin mid islaanimo maaragtay u baxsaday kolka dadkaasoo miiran weyey dadka maanta aayadahan ay ka hadlayaan iyo guud ahaan inaadan ogolaan haddii aad maaragtay dowladdu shaqeyso haddaad madax tahay qof fusil haddaad tahay aa ogolaanin inaad marnaba noqoto qof daciifa qof daciifa oo la gumaysto oo aakhirana la cadaabo ha noqonin kolka aynu bilown aayadihii aayadda koowaad waxaan ka soo qaadanaynaa suurata saba suuradda 40-aad aayadda 21-aad alla wuxuu yidhi acuudu billaahi min ashaydaan rajiim waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lan tuminuu bihaada alqur'aani qur'aankan kadi waa kitaabka xakiimka ah rumaynina walaa biladii bayna yadayhi iyo kutubtii ka horreysay midna الرومانيين إلى هذا الكتاب القرآن كأي كتب تيكو الرئيسي مدنا كذب الله سبحانه وتعالى أنت أمرك إلى هذا كذب أيها وحن الشيء يا سبحانه وتعالى في رعاية ضي معجزة القرآن كحكم ده هذا الكبير هذا ك قال ذي قال ذي ابن هذا ك الدنيا هذا الكي يكون إلى هذين أيوة على نور الشيء كذب واحد عضي إسلام ركيبة وعلى نقاضي آخر اللي نجيه macnaha anu gaalada waxaan la yaabay waqti dheer macnaha kooda ugu la sheegay inuu ugu tacliim badan yahay iyo kooda ugu dameysanba waxaan laga yaabay gaal oo dhan baana waxaan arkay inay ii dameen waayo galbeedka macnaha maraykanka waqti dheer baa ku noolaa dhammaantood waxay ku dhahayaan macnaha kitaabka qur-aanka maaragtay alla kama imanba ilaahay kama imanbay dhihi macnaha been bay ka sheegeen rasuulilahi maxamed bay dafireen oo yidhaahdeen messenger from allah maaha rasuulka ilaahay maaha الآن القرآن يقول له شيء سبحانه وتعالى سورة الأنعام يقول والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله سبحانه وتعالى يقول كتب تنصيني ويهودي نصاري رسول كوي غانا سيدي وي غانا ويلا شو ذا معروتو ذا سو معرفين بين الياليين ويدفرين رسولك قولك مركا ديديين رسولك يا الله يا كتابك حقا ميينا أرق معناها آيدهن ورسولك aayadahan lagu soo dejiyey rasuulkeena rasuulku u akhriyey ee kitaabka qur-aanka ah inaysan ahayn wax bilaadin keeni karin waayo bilaadinka ka warrami kara aakhiro keliya ilaahay subxaana watacaala aakhiro abuuray unbaa aakhiro ka warrami kara cid kale ka warrami kartana ma jirto sidaa darteed rasuulkeena sala allahu caleyh wasalam aayaadkii waaweynaa ee ilaahay ayaa loo soo dhiibay waana kitaabka qur-aanka ah soo wax garateen maaha kolka adduunkii inagoo joogna gaaladu markay tiraa rumaynina kitaabkan qur-aanka iyo kutubtii hore ee alla subxaana watacaala soo dejiyey midna ayaa halkaa markay marayso ayagu alla subxaana watacaala inaga kaxeeya dunyada kiirahdaya aakhira la inagey fiirso marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala walow taraa haddaad arki lahayd idi daalimuuna markii ay kuwii daalimiintii ahaa waa kuwii hadalkaa yiri ee macnaha rumaynina kitaabka qur-aanka iyo kutubtii kale walow taraa buu alla yihi subxaana watacaala إذا الظالمون أدادك إلى هيد مركة ظالمين موقوفون لسوجو جندونو عند ربهم ربي قد أكتو إلهي سبحانه وتعالى هرتسى لسوجو جن ثم ركتان
يقول الله سبحانه وتعالى يرجع بعضهم إلى بعض إلى بعض الغولي يدو قارب قارب كذو كلا هذا كتورة يعني أنا ويس إيدين يعني هذا وحنيك يعني هذا وحنيك يعني وقال دي دالمنتي وي وكوي هذا الكورن جري يكوي كراعي يقول قارب قارب كلا إيدين إلى بعض إلى بعض الغولي كذب يقول قارب قارب كساوي إيدين يقول الذين استضعفوا هو اللي ضعف سنجري يدون كل قومي سنجري وكون كان ذي وحير هذين للذين استكبروا كويس وينيسي مدحدو دي وحي كوي راهدين فيري وحي راهدين ويبقى كله الله اللي معناه كويس وينيسي جري يبقى مدحدو وها لولا أنتم لكنا مؤمنين هذا إذا إذن كان هين كو مدح الله وحنا الله المسلمين معناها وده هذا الكيما باللغوي مركي آخرة تجين أيضا كلو ينصر صعدنا عذاب بده حدود يدود ودي اللي عذاب كيس عن دون تاع تاني هذا هو عذاب كقول ومركي اللي حكى الحكومة كدي ويان وقف كستا ماركتي دي جندي يو عذاب كي لوكال حكومة دوما دي الله هو الرحمن في جنة الجين دور الله هناك من دقي أمين مركز أساسي كوير هذا وحي كوير هذا كوي ضعيف كوي كوير هذا قال لي هدي إذا إذا كان الله هنا نقوم مؤمنين بنا الله هين مسلمين بنا الله هين في رسالة جوابتي كوي قال هذا هاي سويني سي قال الذين استكبروا كوي سلويني سي ماذا حدها كوي كبر كبر كبدنا وحي كوي وحي راهدين للذين استضعفوا هو ضعيفين تهاي اللي ضعيف سنجري وحي كوي راهدين أن نحن سددناكم ما نقا يدن كور جوبني عن الهدى هنونك معنى هنونك إلهي سبحانه وتعالى رسول جيسي هنا ترمى إنسان ما نقا يدن كور جوبني بعد إذ جاءكم مركو يدي متكدي كل هنونك الله يدي رسول الله يدي صدري رسول الله محمد الله يدي صدري تصوشي كلاك الرئيسي وقومي دوك وقوم كودي لودري مركيني ما دين هنو كامر كودي يمين ما نقا ان كور جوك سني وتاجرين تي مدحدي بقردي مدحوين ياشي هو حكومة جري طول رزقي الملا ويكون هالليا يقو هذا الكود سيوة تكوي سويني سيو حير هذين بل كنتم مجرمين بل كنتم بل اسكب الدائي كنتم مجرمين إذن كابتن بيريا لها إيري إذن كابا تنبيلي يالا هاري إيراهدين كوي دعيف كابا جوابي وحي إيراهدين وقال الذين استضعفوا كوي اللي دعيف سنجري وحي إيراهدين للذين استكبروا يبا هذا الكعلن يكوي إسلوين السيي ماذا حدو دي يوحي دي حكوم الجري يبا هذا الكعلن وحي إيراهدين بل مكرون بل مكرو حصيش مكر كينا iyo dhibkiina iyo leexintiina iyo shirqoolkiina iyo jambalada noo dhigi jirteen iyo maaragtay waxaad nagu dhigi jirteen oo ah diinta caaya rasuulka caaya ilaahay ku gaalooba waxaasoo dhan makarkiina dhibka aad nagu hayseen alleyri habeenkii aad nagu oran jirteen ood nagu samayn jirteen iyo warnahaari maalinkii id ta'murunana iyo markaad amri jirteen an nakfura billaahi inaan ilaahay ku gaalowno ونجعل له اندادا اسلام كان انو يلي سغا اندادا كوان لو ذا جنو شركيا استنبي عابد شيطان عابد العق عابد وحن عابد شريعه الاسلام جديده شرعي مارك دي شرعي سبحان الله سبحان الله شرعي يو ان تي كونستيوشن كي الله سو قري قاطا ديده شرع كتاب كي الله وحا شريعي مشركين نقو حاس امريكا نو دي جيرتين هبين مالين ادينكا وحي يراهدين دبكان نو كينيا معناها إذن كاك مسؤول يراهدين وهبين مالين عندك بريسوين وهبين مالين معناها منكر يشرقولي بلايين اللي أدب السعودية جنبل وهذا ركتين قف توحيد هدوس قف هدو توحيد شيء غار باس كعاي غار باسان غار بلاي دن واساس كدي محاد على المركة هل كان مركة يمرسو أي الله سبحانه وتعالى وحنا تصي يدين عكلا علينا قد تصي تودو دي بعلينا كحيي آياتك لو هو إنه آياتك إلهي بعلينا تصي يلا نرشيغي الله سبحانه وتعالى وأصروا ندامته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وأصروا ويقريا ويسريستين
وعصروا ويسريستون ويقريان أن دامته شليقوده قومومينتوده كحمانتوده ويقرصدين لما رأوا العذاب مركي عذاب كي أركان أي بداية كبتين يبقى قرصانية معناها وين أركان عذاب كي مركي أركان سورة يونس نيو جرتها مر الله مركي عذاب كي الله أركان سبحانه وتعالى قرصدين وأركان معناها وهو حال يريد أقول كي كوي يومي نحري سمت على القواس سبحان الله إلى هنا كنا بتجد لما رأوا العذاب مركي عذاب كي أركان أي ماركتي قرصدين أو مروب كشي أو ماركتي دي ويكا قوما ميني واحد يوني سبين جرين ويكا سنيا معناها دبكي معناها دبكي قصوص علي ساسو كالك عييني عذابكي كبغيان الله سبحانه وتعالى وجعلنا الأغلال في أعناقهم كدبنا سلسلة الله وحر قورته قورته الله حرحرك وعلى حرحرك ماركتي جين با لوغو خيري قورتي با جين لوغو خيري سلسله دو ايو ماركتي ديرل السمايي ايا قورته لوغو خيري الاغلال وسلسله قورته لوغو خيري في الاعناق وقورها قورته معناه نيك كدب وحا دحداي كو اسال لوغو سمينا لو خيري سبحانه وتعالى في اعناق الذين كفروا كوي قالوبي سلسله قورته لوغو خيري حقي لو دادي عذاب كي والله والله بكوس الله سبحانه وتعالى لما رأوا العذاب مركي عذاب كوي بارك عن بعض واكا الله سبحانه وتعالى أيضا وحكوسه قبي وحيري هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون ميا الله أبال مرنا يا مالكاس إلا ما كانوا يعملون إلا وحي سبين جرين ما هنا وحي سبين جرين مو يي ما وحكى القصة يعني إلهي ميدل من سورة الغافر نواكيها فكي عليه سبحانه وتعالى كجرتي وما الله يريد ظلما للعباد الى هي دوما دي سلام رب ظلمي ابسولوتلي حقيق ويا الكاس ظلمي قبل هذا كاي اسكالي كو دي لا يسمع بصر بوكسي وحول بوكسي جيت كوك العدي وحول بوكسي بل المسلمين تنشر على الاسلام جديدا سبحان الله انا ويا يا بسي هذا مسلم تاعي مي هذا نوين كتاب كاين الشريعه هي صلاه تكوتين هي صوم كاين ولا صعدان ودن كلا غادي كريم وشبر يبالش يا ده شبر بالش كجوي اسمه شبر بام ما شبر بعدي واضح كلام فلك رب إسرائيل نزول الله سبحانه وتعالى القرآن كم عن أنا نمر بدهن آيات كلا هي قرن ميات رومان إنسان قرن فلك كواز قيب تاس هل كاسان وجب حني هدنا واحد تيجينا سورة النساء هي انتقد دونا سورة النساء يدنا غير كلا يا الله إنه شيء ضعيفين ده واحد علي ضد كي ضعيفين تا أيا مركي لك أيا ماركتي يوم القيامة يبقى ميل صعدة أيا الملائكة الله اللي بدون تا والفرصة هي جنا الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ومركي دمانيين وقيامة كور إن الذين كوي توفاهم الملائكة أي ملائكة نفتك قادسي وفسنيسي أمركي دمانيين وكوي ضعيفين أمركي دمانيين ظالمي أنفسهم يبو نفتو دلمي ويسو قالوا بي ماركتي مدح دي يبو غردي يحيي بعديك وهاي دين تودي بلغة مشكوري والسوق قميستي والدلي ماركتي دوية وحلقوا رجل هداد مسلم قطان وذي الله يرسوشي سر رميسان والدين كوركا لإنكو قوين دباتا يدنكو دعيس حريق بين كل دعوة حاصل دم بالين كل دعي معناها فك هذا القرآن الله سبحانه وتعالى ضد كقارن ميا معناها يسبر بدي معناها عذاب ضدك عاد يدك عذابان يا عذاب ك الله يا فرو سبحان الله إلهنا قبل بادي كل كم هو ساسا هاي اللي صوت دعوة صدي أو ماركتي مركي ملايك نفسه ضد كقارن سيوب وهرين نفسه بيسود المي ودين الإسلام ك أن سكسو قالوري ظالم ينفسه نفسه سود المي أيها كدي مركا آخر دي بلا تجي مركا آخر دي بلا جي أنا ملايك تي الله صوت رئيس سبحانه وتعالى رسوش زهيد هو في شيء من نفتك قاضي ما نفتك قاضي كدي من آخر اللي تجي كل سنة واحد ملايك تقول يدونه قالوا ملايك تبع كتري فيما كنتم ورم حالي نكو هاي سيدي النبا حاتي نكو حدي نمحا هاي دين إيش جوابته
قالوا واكو كوي ضعيف كحال صعيا يا دنيا النفط تكسود البي. قالوا وحي يراهدين كنا مستضعفين في الأرض، أنا وحنا عيدتك يا دنيا اللي قميص جري. سبحان الله، عيدتك يا دنيا اللي قميص جري يا نايب يراهدين. عجائب عجائب عجائب. أيضا وحال الشيخة وحال كلها أرنتيدا كوحو حاجر المسلمين أو مركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي كره الله كرر الله ودمانتو ده بكا كاجرين في مدينة تجين أي واحد عادين يجيبوا من مكة كوهرين أو يرهن أنا بس كده عارفين بان عبد الله دوسان إحساس عنك ساسية لو تحي أي مال كي بدري أي قالوا سود وشيء أي قال كوين أبو جهل وهو جامد أي الله صدري هذا وعير أنا مسلم عن معيا وين الدينين هاجرين كدي من الله استيال بيها دجال كالكير دجال كودنتين marka kuwaasna lagu bay kulahay hase yeeshee ayad waxa ku socota qof kasta muslim oo adduunyada lagu dulleysto ama dee ama si kale diinta ilaahay maaragtay u hogaansami waaya gaalnimadii ogolaaday daciifa dhul gaalo lagu haysto ama waxba loo ogolayn silsilad ku xiran tahay diiday inuu ilaahay darti u dhinto meeshu markay halkaa marayso ilaahay darti u dhimo soo muxuu sidii saaxiirintii fircoon marka muslimiin uu ka dib yiri maano idin idmin baad maanta muslimteen haddaan lagu yihiin gacmihiina isweydaan u goyn doono ay yiraahdeen go fircoon waxaad goynaysaa anagu ilaahay baan rumaynay aayaadkiisi baan aragnay inuu dembiga naga waxaan doonaynaa noo dhaafo noo naxariisto muminiintana ka midna samay waxaa rabto wataagiisnimadu wataajidka ilaah kaa dooniyo waayo waxaad ogaataan alle wuxuu qur-aanku ku yiri subxaana watacaala bal tu'thiruuna alxayaata adduunya walaakhiratu khayr waabqa alle wuxuu subxaana watacaala bal iska daayin تؤثرون حياة الدنيا دي ودور الإنسان والآخرة خير وأبقى آخرة أنا كخير بدن الدنيا ده وأنا باقية أول قد ما يعني كل كان واحد كده ليه الإنسان وأنا والله يرى معركة ضعيف الدنيا دي كويس الله يتكل لي بعض الله يتكل وواري ميز كل كان يا دين تهذا اللي قام بسقولي يعني لو بعد دور سنة دون كان كل كان إلهين وين يعني ما له دنيا بكاجر وحاطه بعد عندي إذا كتكفيد ودلاهي يا رسول كيسان ديالي يسمرك وحيكو جوابين قالوا كوي ضعيفين توحي الى هذين ملائكه ملك كوي تلوم حاي اذا اذن حي الى هذين قالوا كنا مستضعفين في الارض انا وحنا نقول لك الجوج ميزاني قالوا ملائكه توحي كوتري الم تكن ارض الله واسعه وارمينا دلك اله ميوسا دلك اله يا هاي بالي دل وين دل وين او واسعه او بلارن او انت سو ودن لي او ميل كستا الى الله سبحانه وتعالى ومدى الدنيا مجلس ودن لاندي ومدى كسر دل مقابوري miyeena dhulka ilaahay weyneyn baa layidhi oo marka la doonsanayo dhulka ilaahay soo ma weyneyn kadibna maxaa oo atuhaajiru maxaad u haajiri weyden dhulka ilaahay waa weyn yahay maxaad u haajiri weyden baa layidhi fiiha dhulka dhexdiisa haddii meel laydinku adoonsaday maxaad intaad haajirtaan aada maaragtay meel ilaahay subxaana watacaala aad si xorriyada ugu caabudi karto maxaad u tegi weyden ood u tegi weyden baa layidhi dee ma jawaaba u taalla way diideen bay فيري آيته قف بنتي كبه الله يسوع وحكى الله يسوع دات كان نول ايه مغلا آيته مر هذا دي متو آيته راح ابو ترميز خلاص قولك ومهم ان الآيته خد اغنطو و دين تهال الإسلام كحفيد إلهي كعبستي الله دي عدد سبحانه وتعالى رسول كيسان عدد عدد سوالك عمال كي مر يسوع إلهي قولك إلهي يسوع موسى وينين وميدان وهاجري كرين وملك الميدان تيكري وطن كالميدان تيكري markii halkaa la marayay kadib jawaabtoodii qiimo ma lahan xukunkoodii waa la jiray alle wuxuu subxaana watacaala faulaa'ika ma'waahum jahannamu kuwaas gogashoodu iyo meeshay tegayaan saldhigoodu waa jahannamu wasaa'ad waxaa xumaaday masiiraa meesha ay ku dambeeyaan masiirkooda meesha ay ku dambeyn doonaan mustaqbalkooda guriga meesha ay gelayaan ayaa xumaaday waa jahannami allah naga guriyo آيدا كلام كسوك يقولون سورة الغافر آيدا فرتريت الضواب كل آيدا وحيتي في قصة فرعون كنتي ماركتي ماركي نيكي نقويس يعني كالي فرعون كتر سنة والله الله 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 أي آي ماركتي هدو له قروي يهي فرعون يمد حديثي سكو دينين نكا مسلم قادلين كدين مالو حر سبحانه وتعالى فوقاهم الله ما مكروا وحي خيامتي يو شتغولكي وحاولي كان لو كبت بادي كدبنا ننكي على ابو بلادي كدب يا فرعون كلها لاقي كدب نوح سبحانه وتعالى ان ال فرعون ان عذاب بيقول دوران صبحي قلبتي
maaragtay aakhira wey macnahe maalinka iyo yowm alqiyaama hana cadaab xun bay geli doonaa. Kadib marka Alla subxaanahu watacaala wuxuu ka hadlayaa aydan dadkii daciifiinta ee fircoon u shaqayn jiray maaragtay askartiisa ahaa shaqaalihii hoosaa waxaasoo dhahaa isla mar ahaantaana aydu fircoon keliya shaqaalihiisa ma ahane, waa daciifiintii qayb kama aayad kale weeye dadka daciifka adduunka lagu gubaysta weeye, ilaa maalinkii nebi nuux lasoo diray ee gaala u timid, ilaa iyo maalinka ugu dambeysa adduunka la haligayay dadka hadduu ilaah idin roo yahay ducafada ayuu Alla ka hadlayaa subxaanahu watacaala. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waitaxaajuuna, markay ku doodayeen iyagoo ku murmaya finnaari, naarta dhexdeeda bay ku murmayaan, yaa murmaya madaxdii iyo kuwii daciifka ahaa. Fayaquulu ducafaaw, kuwii ducafadaa waxay yidhaahdeen, liladiina istakbaruu, kuwii isla weynaysiin jiray waxay ku yidhaahdeen, innaa kunnaa lakum tabacan, annagu waxaanu ahay kuwa idinka idin raaca, kuwa idinka idin adeeca, tartiin baanu ugu gaalownay diintii Islaamka iyo kitaabkii Alle iyo caabudidii Alle ilaahay rasuushiisii ilaahay rasuulkiisa Maxamed sallallahu calayhi wasallam waanu ku gaalownay, waayo idinkaan idin adeeci jirnay. Aad u fiirsada, innaa kunnaa lakum tabacan, idinkaan raaci jirnay bay yidhaahdeen. Fahal antum mughnuuna cannaa, ee idinku maanta ma naga deeqi kartaan, mughnuuna ma naga deeqi kartaan, ma naga celin kartaan, ma nagaga filaan kartaan, cannaa annaga xag annaga, nasiiba min annaari, bilqayb yaroo cadaabka ka mid a, ma naga gaashaami kartaan, ma naga celin kartaan, ma naga qaban kartaan, ma naga badbaadin kartaan, iyay ku yidhaahdeen, ayay ku leeyihiin kuwii xukumi jiray. Kuwalana waayo waa daciifiintii, fiiri kuwii xukumi jiray waxay ku yidhaahdeen, sida Fircoon oo kale, sida maaragtay boqoradii oo kale, sida kuwii shareecada la diiday ee yidhi dastuur baa la samayn wuxuu soo alifay. Waxaad ogaataa waxaan kitaabka Alla ahayn, waa sharci shaydaan, sharci shaydaan hadii marajad ka sugaysaa kolka, waxaasoo dhan waa khatar, Allah laga cabsada khiyaari. Qaala alladiina istakbaruu, kadib kuwii isla weynaysiiyey waxay yidhaahdeen, iyay ku leeyihiin kuwii daciifiinta bay ku leeyihiin, waxay yidhaahdeen innaa kunnaa fiiha, adeer dhammaantiin waan ku wada jirnaa, innaa kunnaa fiiha, dhammaantiin waan ku wada jirnaa naartii, haddaad boqor fircoon ahayd, haddaad maaragtay shaydaanka midoobay Obama ahayd, haddaad Trump tahay, haddaad gaal kala tahay, haddaad madax tahay, iyo haddaad kuwii daciifka tahay, haddii lagu aftoobeed oo muslim dhulkaa laga aftoo dhul gaala lagu geeyo ood saad ku gaalowday, haddaad ahayd kuwa maaragtay u shaqeeya, kuwa lagu kor socdo, kuwa addoonta, kuwa silsilada ku xiri, wixii oo dhan waxay yidhaahdeen dhammaantanno, innaa kunnaa fiiha, waan ku wada jirnaa dhammaantiin. Kadibna maxaa aayadda Alla subxaana watacaala kusoo gabagabeeyey? Iyagii baa layaa kuwii isla weynaysiintii baa, waxay yidhaahdeen inna allaha, ilaahay subxaana watacaala, qad xakama bayna alcibaadi, ilaahay addoommadiisii si xaqiiqa ayuu u xukumay. Waa lagu kala tegey, ee lanu arkayna gurigoodii xumaabay tageen ee naarta ahaa, ee lujanihiina gurigii wanaagsanaa ee nabadgelyada, waa layidhi subxaana watacaala bisalaam udkhuluuha bisalaam baa layidhi, nabadgelyo ugala ayay maaragtay tageen, waa la kala xukumay. Akhyaari waa lagu kala tegey. Soo maaragtaan macnaha kolka waxa weeye macnaha waxaan doonayaa aayadahan aan maanta ka hadlayay ee ku saabsan ducafadu inay akhyaari maaragtay ani aayadahani inay ingreef ku sameeyaan maskaxdiina. Ingreef waxa weeye wax walba adduunka jooga farshaxan soo malahan, hadda koobkana biyaha ku cabiya soo farshaxan malaha, laguma sawirin. Waxaan doonayaa inaa maskaxdiina ku sawirinto aayadani weligii aan liidku jirto, maxay tahay daciif ha noqonin, iimaankaaga ha quwadu weynaado. Nabiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, almuslim alqawiy khayru min muslim dhaciif. Rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, muslimka qawiga ee iimaanka adag ee saasa uu ka wanaagsan yahay, uu ka khayr badan yahay ka daciifka ah. Qolka ayaa lagu adoonsan adduunka hadaa joogtid, ha ogolaan adoonsi, hadduu maaragtay madax Soomaaliya yahay, hadduu madax gaala yahay, hadduu nasaari cid kastuu yahay, hadduu hawaan yahay, ha ogolaanin aakhiro in lagu diido inaad adoo muslimna dhimatid oo adduunyada ka tegtisaana aad ku tegtid aakhiro adoo muslimna. Akhyaare waxa waaye macnaha waa muhiim inaad diinkaaga adkaysatid, ilaah usoo noqdo, ilaah u toobad keena. Kolka xusuuso, xornimo doonka dhabtiihi waa qofka isku daya inuu dhinto isagoo muslina. Gobonimada lagu sheegaana waa inaad dhimato adoo muslina.
gobonimada lagu sheegay akhyaari waxa weeye waa in aadan ogolaan adduunyada in lagu gumaysto oo xornimo doon asala noqoto ilaahay rasuulkiisana rumaysid hana ogolaanin wax ka soo haray shareecada allah subxaana wa tacaala meel hadaad joogtana isku day habeeniya maalin saad meesha walu bixilahayd aayad kaloo ayuu maaragtay aayad kale qur-aanka alla ku yidhi subxaana wa tacaala kuwii ilaahay rasuulkiisa rumeeyey hadday haajiraan meeshay u haajireen dhulka dhulkeeda waxay ka heli doonaan meel waasaca oo wanaagsan oo khayr qabta oo ka nabadgeliyey wanaagsan sidii hore kolka isku day waxaad adduunyada ku haysato hantida ugu muhiimsan waxaad ugu qiimaha badan adduunyada ku haysato waa iimaankaaga waa shahaadada la ilaha illa allah muxamed rasuulullah waxdada ilaahay inaad alla keligii caabudid rasuulkiisa maxamed rumaysid kolka wax kaloo adduunka qiimo lama lahan maalkaaga iyo awlaadaada iyo hantidaada iyo guryahaada ku raaci maayaan kolka addoonsi ogolaan khayr maanta intaasan kusoo koobaya video kale waan samayn doonaa insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa haddaad halkan soo gaadhay fadlan fiidiyoyada dadka daawada 900 waa dad aan subscribe channelka ku samayn maxay walaal kaa dhibaysaa inaad tidaa subscribe iska dhowun haddaad rabto haba dhegeysan marka dambe laakiin subscribe kaa ku dhufta waayo markaa subscribe tidaada waxaan wanaagsanan sheegaya ummad dad badan buu gaadhi dad anigu waxaan jeclahay soomaalinimada diin islaamkaan jeclahay tawxiidkaan jeclahay qalbi wanaagsan baan jeclahay cafiska dhexdeenaan jeclahay cuqdad iyo qabiil iyo isnabcaashiya camalu shaydaan waa nabcahay assalaamu calaykum akhyaaray waa walaalka sayid cabdiraxmaan sheekh xasan ow yuusuf oo idin leh intaan mar kale kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh